السلام عليكم. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. غادر الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز العاصمة الفرنسية باريس، حيث شارك في طاولة مستديمة مستديرة لدعم المخطط التنموي لدولة تشاد، متوجها إلى الكازاخية أستانا للمشاركة في أعمال أول مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا. ويرافق الرئيس وفد يضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي والسالم وبعض المستشارين والمكلفين بمهام لدى الرئاسة. أبدت السفارة الأمريكية في نواكشوط قلقها إزاء رفض السلطات الموريتانية دخول 12 أمريكيا ناشطا بالمجتمع المدني لأراضيها. وقالت السفارة في بيان لها إن الوفد الحقوقي كان بصدد زيارة لموريتانيا من 8 وحتى 15 من أغسطس بهدف الاطلاع على جهود موريتانيا في القضاء على الاسترقاق ومخلفاته وتعزيز التماسك. انتقد ائتلاف قوى المعارضة الديمقراطية واقع الأوضاع العامة في موريتانيا، واصفا استجواب بعض الشيوخ والصحفيين والنقابيين بالاعتداء السافر على الحرية العامة. وقال الائتلاف خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط، قال إن البلاد تعيش ظروفا قاسية على مختلف الأصعدة. نظمت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة، نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في نواكشوط تضامنا مع مسلمي الروهينجا إزاء الإبادة التي يتعرضون لها. وقد اعترضت الشرطة طريق المحتجين حيث منعتهم من التظاهر أمام مبنى الأمم المتحدة رافعين لافتات ومرددين شعارات رافضة للإبادة. نهاية هذا الموجز، يمكنكم متابعته ومتابعة باقي نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. تمام السادسة، موعد إخباري بحول الله. دمتم في حفظ الله ورعايته.